اهلا وسهلا، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير. اليوم جيت وجبت لكم شويه الجديد. مشيت خرجت من حانوت لحانوت، من محل لمحل، تساريت وجبت لكم شويه الجديد. ما وريتكمش في المحلات، ولكن انا كنفضل حتى تنجي للدار وما كتجينيش نبدا نصور هكا في المحلات، ما كتجينيش. المهم بغيت نوريكم داكشي اللي شريت اليوم، وغادي نبدا باول حاجه اللي كتعجب العيالات وضروري تكون عند اي وحده في الدار، وهما ترموسات. ترموسات ديال القهوه، هانتوما كتشوفوا اللوينات، كان الابيض وكان الكحل وكان هاد الزربه، وديال يترونس، صراحه زوينين، والثمن 11 اورو الوحده الترموسات. وهذا المحل سيكا بالنسبه للعيالات اللي ساكنين هنا ولا البنات اللي ساكنين في المانيا، سيكا. ولقيت هاد جوج ترموسات، تا هما الحريره ولا الخضار ولا كيشدو السخونيه من الفوق، راهم ميكا وليني من هنا الومنيوم، عرفتي تيشدو السخونيه، كديري هكا 18 الاورو. او لقيت هادي الفطور، الفرماج تيبقى محافظ على الليونه ديالو، كيبقى فريش، ولا الكاشير، ولا حيت نكونو جالسين برا يبقى مغطي وما تخافي لا حشرات لا والو. هذا شريته ب 6 اورو. والحاجه عاوتاني اللي عجبتني شريت هذا الطباسيل، هذا كما كتشوف هنايا راه فيه البيض، بحال دابا فاش يجيو عندك الناس في الفطور ولا غير انت بوحدك ولا تديري البيض، فيه 8 د البيضات، منه ديكور ومنه طبسيل. وهادشي الكريستال كيعجبني انا بزاف، ها، وكات عندي جوج ديال، اما هاد الجهه ديري فيها البيض ولا كتقلبيه وكديري فيه اي حاجه بغيتي، تقدري ديري فيه حتى الفواكه، ديري فيه اي حاجه. هذا شريته ب 14. هادشي كله في نفس المحل، ودزت ولقيت هادو الصراحه، حتى هادو الا شتوني كنقول الصراحه بزاف ما عرفتش علاش، غادي نحاول نحيد هاد الصراحه. الصراحه راه انا براسي كنت نيرفيني، ولكن ماشي مشكل. هادو غير لقيتهم في تخفيض، ما كيكونوا غاليين، كنت ديما كنبغي نشريهم ولكن جاو كيجوني ديما غاليين. هاد المره لقيتهم في التخفيض، ما لم اتراجع، لقيتهم ب 20 اورو بجوج. هانتوما شوفوا الشكل زوين، داكشي كتحطيه فوق الطبله تيعطي داكشي منظر زوين. وشريت هادو للتحليه، اما الفلون ولا الديسير ولا الفواكه ولا المهم اي حاجه. فهاد اللون عجبني، هاد اللون بالخصوص هادشي ديال بحال دابا فراس العام ولا هكا، داكشي اللي تما كيكون عندنا بزاف مع الاحمر وداكشي كيجيو في الحطه، هما هادوك. هادو شريت منهم ستة، ديتهم ب 20 اورو، هما بستة. ولقيت هاد الصينيه، هاد الصينيه فيها المره فايته وريتكم الاخرين كانوا هنا فيهم الزجاج، هادي دابا فيها هاد النقيشه زوينه، لقيتها بحال المغرب واخا خفيفه، ما عرفتش خلاص تقدر تصدى ولا لا، ما عرفتش. المهم ب 7 اورو ماشي مشكل، المهم دوز وقتها هكا دايره زوينه حتى هي. وخلاص فاش كنخرج ديما خصني الهميزات، خلاص ما كان ضروري نلقى شي حاجه ديال الخار خار خار. جبت هاد الكويسات للدراري، شريت منهم 6، هانتوما الدراري الفوسبال كره، والبنات خلاص ديما الغوز زوينين، العصير ولا انواع العصير ولا هكا، حتى لبرا زوينين خصوصا في الصيف، تغطيهم وكيبقى داكشي زوين، وحتى العين داكشي كله زوين. هانتوما وشريت هادو كما كتشوفوا ديال الفريت،
هما زوينين، الفريت ولا المملحات ولا هكا في العشية فاش كل واحد جالس يحطهم السقاطة، ديري فيهم أي نوع، وفيهم ثلاثة اللوينات، فيهم الكحل، فيهم النحاسي، وفيهم الذهبي. جبت أنا هاد الكحل ورخاص، أورو الوحدة، زويونين. آخر حاجة احسن حاجه في هذا الشيء كله اللي عجبتني بزاف وغادي تعجبكم اكيد حتى نتوما، بشتريت صراحه من امازون واحد طاجين، واحد الطاجين اللي كنت شحال هادي وانا كنقلب عليه واخيرا لقيته، زعما طاجين روعه. بعدا نبدا لكم ها ديال الضوء، غادي نوريكم الطاجين، هانتوما شوفوا الطاجين شي زوين 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 وثقيل، وبشتريته من امازون وجاني. حيت هنا وحنا هنا بالخصوص عندنا داك ديال الدجاج ما كيجيش ديما ديري عليه الطاجين، والبنات راه ثقيل ثقيل ومجلج كله، وزعما صناعه متقونه متقونه. بغيت نوريكم هانتوما وغارق، شوفوا شحال غارق، زوين 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 زوين. وراه صراحة ما بارطاجيته معكم حتى جربت فيه. هنايا كديروا الطاجين تيبقى هادشي غير كتسالي منه كتمسحيه فاش يبرد. وراه كيما قلت لكم ما بارطاجيته معكم حتى جربت فيه، جربت فيه الحوت، جربت فيه الكفتة، جربت فيه اللحم، الخضرة، اي حاجة درتيها فيه وعرفتي مذاق واعر واعر. وقالوا لي حتى الدراري زعما لاحظوا الفرق، هانتوا شوفوا زوين. وشي حاجة نيتي كديريها تطيبي وكتقضي شغالات اخرين وانتي بخير وعلى خير، ما تخافي لا يحرق ولا حتى حاجة، صراحة زوين. والثمن انا بعدا كنشوفه مناسب بالنسبة لهنايا حيت 44 اورو كيدير 44، وكيجي حتى للدار مكومباكتي بالكرتونه ديالو من قد ما مقيوس ما والو، جا هو هذاك هانتو شحال وانا كان المهم. والمهم هادشي اللي شريت، وكنتمنى هاد المشتريات تعجبكم، وغير قلت نبارطاجي معكم شويه ونخل على املي اللقاء في فيديو جديد. وشكرا. وهذا الطاجين مازال غندير فيه وصفات، مازال غندير فيه بزاف ديال لي ريسيبت، وغادي تشوفوا بريوسكم. يلا بسلام عليكم وباي باي.